Oh,
الحمد لله رب العالمين الغني الرحمن المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى من بعد ما شاء خلق الخلق لكرمنا وطوى علينا علمه وبسط له من بعيد المنه ما جرى به أقباله العصمة فأرسل إليه أشرف خلقه وجل عقله رحمة فقد هدي إلى صراط مستقيم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولد الهدى Oh.
وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعاء والتسليم وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أسأر عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة جهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تقرر الله بها وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبحر اللهم صل وسلم في أجل الصلوات وأجمعها وأزكى تهنيتها وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها فيه العدل كما وقام بحق الربوبية وأقبل عليه غاية العقبى صلاة يجزم بها روح المصلي عليه صلاة ويغتب بها بعناية الله فيه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صفوة مزل بقربه وتفيأوا إلى الشرف الأصلي بوده وهوه ما عجل الأكوان لذكرى
بزهور أشرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة وانطلقت بين التصوير في العالم المطرق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الجمال المطرق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأخلاق الكريمة والبطون وما إلا تمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد غدت الأقدار وجنية بما غدت وأظهرت من سرها نور ما أظهرت وحصصت به من حصصت فكان مستقره في الأصلاف الفاخرة والأرحام ونورا حير الأرض نصور وبهر وتعلقت همة الراغم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك بنور معروف وإن كانت الأرض لا تفي بعشر معشار تشويق للسامعين من حواس المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا وما أرمه الله به مولدين وفضل الذي عم العالمين وبقيت راياته في الكون منشورة على أرض الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الفطرة الكريمة والعي التشوق وقد آل القلم أيها الكمام وقد فيه الأنام مما استفاده فهو من صفايا العظيم المحبوب الكامل وشمائل يتقيا سن الشمائل وهو سنى رسم ستم الغيين في شانها التحميل من أحبار يتجلى
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن دعا لكت به هذه الدرة المكنونة والجوار المنصونة ولكم كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب دور إشراك هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى دقات جواهر كنوزه وقدابة لقريش شطفت بفصيح العبارة معلنة بكمال الإشارة وما من حامل الحمل حملت بذلك العام وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم النور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهية التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروزه Bye.
وحبيبنا وشفيعنا يا مولانا محمد Bye.
الشهور الشهر الربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع بيانه وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخطولا مقحولا مقطوع الصورة تولت ذلك لشرفه عباد الله أي القدرة ومع فضل الحبائب فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنها قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهلت فسمعت قائلا يقول رحمك الله رحمك ربك قالت الشفاء الشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قال فما ألبسه وابجعته فلن أنشب أن غسل الماء ورعا وشعير عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قائل المغرب وأسفر ذلك عني أن يسار فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني عن أبان حتى تبعته الله فكنت من أول الناس إسلاما فكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآية البينات
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اكتسب صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق من كتابته غبون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأوصاهم بالمؤمنين الموارقا بررا ووفا لا يجول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق الشحر واللفظ المهتب على المعنى الجد. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو العبد الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أقواما محبة قوية التي ترتعب منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نصيبه تعطرت الطرق والمنازل. وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود. أجمل في وسط الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف إذ قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وهكاية ما أتم الله به هذا العقد المقرب من التقريب والتعظيم والخلق العظيم. فهسنا مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام كما يشهد تقديم. فعلي أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولما ظلم بكم دارين الأوصاف المحمدية الهدى توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيدي مشكورا وحبيبي محمودا وأن يتوب أعمالي في الأعمال المقبولة توجهي بتوجهات الخالصات والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود زائرة وعلى باب جدته تعطيها فتغزاها منه القيود الضامرة توجه إليك أشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك السامرة العفي الأكبر المحبوب لك والمشفي في صراط الأبخر في فاسني أمثالك في عبادك وسابق وشكر سابق لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص على مخصوصين كبجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل اللهم إنا نقدم إليك جهاز النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تنجزنا في حرماتنا وسكناتنا في أيه عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وحسن حكايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى أنزل الحبيب بيات آمالنا وتتقبل لنا ما تفرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدرك أنزل الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من الصالحين ولأهلك وأهلي من المعذرين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا أحمى في رحمتك الخاصة فلا تغرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المجرم منا في الكفران أن تقابل المجرم منا في الكفران أن تقابل المجرم منا في الكفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وواه وزاره وهما ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا
جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم المرتدين القوي في جميع الأقطار والنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى المنصورة واغفر لهما قربة المقربين وقديدين المدينين واغفر للمجرمين وتقبل توبة التائبين ونشر رحمتنا يجدك المؤمنين أجمعين ومن شر المبتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد منك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن العزيز من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن العزيز من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن العزيز من جميع البلايا وفي الحفظ المتين من الذنوب والخطايا وأدنا في العمل بطاعتك وسرك بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وفتح لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على نزلته بالمحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على نزلته بالمحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد yang kami hormati dan muliakan Ibunda Ustazah Mufidah Hasanah selaku penceramah pada hari ini. Yang kami hormati dan muliakan tokoh-tokoh agama, guru-guru agama, tokoh masyarakat khususnya desa Semempat Sungai Baru dan sekitarnya. Yang kami hormati dan cintai Ketua Penyelenggara beserta seluruh anggota peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan cintai ibu-ibu para undangan dan semua anak-anak yang berhadir pada hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita pada hari ini dapat berkumpul bersama di majelis yang mulia ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan yang kita harapkan syafaatnya kelak yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran dan atas segala partisipasinya pada acara ini. Semoga dengan diadakannya peringatan hari kelahiran Rasulullah ini dapat meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah rasa cinta kita kepada kekasihnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang kami muliakan, perkenanlah kami untuk membacakan susunan acara pada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah Sabtu 23 Oktober 2021. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Acara yang ketiga tausiah. Acara yang keempat doa dan yang kelima penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, ibu-ibu semua marilah kita bersama-sama kita baca Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga acara pada hari ini berjalan lancar seperti yang kita harapkan. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an kepada Ibunda Nur Hayati, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين يحلفون بالله لهم ليرضوهم والله ورسوله أحق أن يرضوه
Semoga yang membaca maupun mendengarkan akan mendapatkannya berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu tausiah seputar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Ustazah Mufidah Hasanah. Waktu dan tempat kami persilakan.